بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد على قناة تكريم. إن شاء الله فيديو بتاع النهاردة هشرح كيفية إضافة اللغة العربية لعبة إي فوتبول 2022، لأن ناس كتير جدا حملت اللعبة ولكن ما كانش فيه اللغة العربية في اللعبة. قبل ما أبدأ الفيديو والشرح، ما تنساش إنك أنت تشترك في القناة وتفعل جرس وصلك كل جديد، لايك على الفيديو. يلا بينا نبدأ في الشرح. طبعا لو دخلنا هنا جوه اللعبه ودخلنا على السيتنج، دخلنا نزلنا على اللانجويج، لاحظ طبعا ان مفيش غير اللغه الانجليزيه وممكن يكون في شويه لغات تاني لكن مفيش اللغه العربيه. طيب ايه حل الحاجه دي؟ الحل ان احنا عندنا حلين. الحل الاولاني ان احنا ممكن نخش جوه ستيم ونضيف اللغه العربيه، وده شرحته قبل كده في فيديو، ممكن تشوفه فوق في الوصف، تحت في الوصف، وهسيبهولك في الايه دي تظهر فوق دلوقتي. طيب لو انت مش عايز تحمل من ستيم وتعمل الموضوع ده كله، ممكن يكون او في حل اسهل بكتير من الموضوع ده هشرحه دلوقتي. هنقفل اللعبه خالص. بعد ما قفلنا اللعبه هنا هنلاحظ ان احنا محتاجين ان احنا نحمل ملف اللغه العربيه، هو تقريبا حجمه 470 ميجا بايت. اول حاجه هنفك الضغط عنه، نعمل اكسبورت اكستراكتير، هيطلع عندنا ثلاث ملفات بالشكل ده. هنخش مكان تصليب اللعبة تشوف انت سطبتها فين، تمام. هتخش هنا هتلاقي عندك ملفات اللعبة بالشكل ده، هتخش على الفولدر اللي اسمه CVK. هتخش في الفولدر ده وتروح تاخد التلات ملفات اللي احنا فكيناهم من الضغط، تعملهم كات، تعمل هنا بيست، وكده يكون اضفنا الملفات في اللعبة. لو دخلنا مرة تانية على اللعبة هنلاقي اللغة العربية موجودة جوه. بعد ما دخلنا مرة تانية بقى جوه اللعبة هنخش جوه اللعبة عادي. بعد كده هنخش على الاكسترا بالار، كده نخش على الجيم سيتنج، نتكلم على اللانجوج. هنلاحظ ان اللغة العربية خاصة بالقوائم والتعليق اتضافت، فلو اخترنا هنا لاحظ طبعا اللغة العربية اتفعلت. اختار كمان لغة التعليق نخليها اللغة العربية كده. لو دخلنا جوه الماتش هنلاقي ان احنا عندنا اللغة العربية متفعلة بشكل بسيط. منتظرة قمة كبيرة، كل شيء أصبح جاهز من أجل مباراة ممتعة هذا اليوم. أي أجواء في مباراة اليوم، أي حضور جماهيري كبير. نأمل أن نشاهد مباراة ممتعة، بالذات أنه الطقس اليوم رائع والسماء صافية، كل شيء أصبح جاهز. جو كورة يا جماعة، ومباراة منتظرة يا جماعة. يا إلهي، أجواء كبيرة جدا في مدينة مانشستر الإنجليزية، هنا في معقل مان يونايتد، ملعب أولد ترافورد، أو كما يقال عنه مسرح الأحلام.
الكثير من الأمور التي لم تبح بها المباراة بعد. رونالدو بارتي يحاول أن يلعب كرة بينية حلول كثيرة كانت متاحة في هذه اللعبة لقد كان بالإمكان أفضل مما كان ضاعت فرصة متاحة وخطيرة جدا أوباميانغ لمسة ساحرة هنا جرينوود يتسبب في احتساب المخالفة حكم يكتفي ببعض الكلمات موجهة للاعب لكن عليه أن يحذر أي تدخل آخر ستكون بطاقة ربما حاضرة ساكا الكرة ملعوبة من مسافة فرصة هجوم معاكس كرة طولية في المساحة الخالية عند المساحة الخالية على الطرف بوغبا تشتيت الكرة إلى خارج أرضية الملعب تحولت إلى رمية تماس يقطعها في الوقت المناسب أداء رائع جدا من المدافع يلعبها لمنطقة الخطر الله ما أجمل هذه الكرة ملعوبة إلى الأمام ساكا ساكا في وقت مناسب جدا يقطع الكرة يمكنهم الانطلاق في هجمة مرتدة تدخل في توقيت حاسم وها هي نهاية الشوط الأول بتكون كده يكون الفيديو بتاعنا انتهى النهارده لو كان عندك اي سؤال او استفسارات سيبوه تحت في التعليقات ان شاء الله هحاول ارد عليه باسرع وقت ممكن شكرا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته